ان هذه الايه استنبط منها الامام جعفر الصادق لما هناك بيقول الاستنباطات القرانيه اللي استنبطها بيقول عجبت لمن خاف، اي واحد يخاف من اي حاجه، عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني اي واحد يخاف من اي حاجه يفزع الى ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فاني سمعت الله بعاتبها يقول ايه؟ فانقلبوا بنعمه من الله وفضل. شوفوا عبارته حتى عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. فاني سمعت الله، فكان القران لما يتلى اوعى تقول ده فلان بيتليه، الله يتكلم. شوف فاني سمعت الله بعاقبها يقول إيه؟ فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مضى. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، حتى طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللي عايز الدنيا تفتح له بحر يقول ما شاء، يقول في كل حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش قايل في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأني سمعت الله بعاقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي. وعجبت لمن اغتم، والاغتمام معناه إن انقباض صدر ما يعرفش سببه إيه. وإنت ساعة تقول كده والله أنا مش عارف متضايق من إيه، أنا مش عارف. وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأني سمعت الله بعقبها يقول إيه؟ قال إيه ربنا بعد ذلك؟ عليك إن فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ودي مش خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى إذن الإمام جعفر الصادق ادينا روجيتا لمنغصات الحياة.